نعلن ترحيبنا بتوقيع الإخوة في المعارضة على خارطة الطريق، ونؤكد بأننا منذ أن وقعنا على هذه الخارطة قبل 5 أشهر بأننا ملتزمون تماما بالسعي للسلام والاستقرار في السودان، لأن هذه الخارطة هي عبارة عن طريق للسلام، وسوف نبدأ إن شاء الله بقوة وعزيمة في المضي قدما في المضي نحو السلام. الآن نحن خرجنا لتو من الاجتماع مع رئيس الآلية والآلية، وتم الآن مناقشة ماذا نفعل بعد التوقيع، وباختصار بعد التوقيع يجب أن ننفذ هذه الخارطة حسب الأولويات الوضعت في هذه الخارطة، والتي تبدأ بأن نبدأ بمجرد التوقيع على خارطة طريق باجتماع لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار والمضي قدما للترتيبات الأمنية والترتيبات السياسية الخاصة بالمنطقتين ودارفور. مجلس الأمن الدولي اتخذ القرار 2046 بأن يتم تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بهذه الاتفاقية وملتزمة بتوصيل المساعدات للمواطنين. ونتوقع في اجتماعنا القادم أن نحدد جداول زمنية للمضي نحو السلام حسب خارطة طريق، بدءا من وقف العدائيات للترتيبات الأمنية للترتيبات السياسية للترتيبات الإنسانية بجداول زمنية محددة، وأيضا نبدأ فورا في التزامن بين الترتيبات الأمنية والترتيبات السياسية للمنطقتين وإنشاء اللجنة التي سوف تراقب تنفيذ هذه الترتيبات كما قلنا بالتزامن. أيضا خارطة طريق حددت من بعد ذلك أننا بمجرد التوقيع أن تمضي هذه المجموعة التي وقعت أن تمضي الاجتماع مع الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني 7+7، وأن يكون هناك اجتماع لتحديد الإجراءات التي تمكن هذه القوى السياسية وغيرها من كل القوى السياسية التي ترغب في المشاركة في الحوار أن تمضي نحو مشاركة حقيقية فعلية في الحوار الوطني، لكي نصل إن شاء الله لوثيقة وطنية تحدد مسار الدولة السودانية في المرحلة القادمة، تحدد المصالح استراتيجية الدولة السودانية، وكذلك تحدد المسير السلمي والتطور الديمقراطي والتحول الراشد للدولة كما أعلنا من قبل.